بدينا نبدا هذا من اتصال الزميل عبد العالي رحومه. نبدا ملف نقاشنا الى الاستوديو اعود طبعا وارحب بالسيده منى حريش اخصائيه في علم الاجتماع. صباحك سعيد سيدتي. شكرا لك على تلبيه الدعوه، دائما ندعوك في مثل هكذا مواضيع ربما لانك من اهل الاختصاص، وكما يقول المثل اهل مكه ادرى بشعابها. الاعتداء على الأطفال في الجزائر، ألا ترينها إساءة للمجتمع الجزائري؟ أولا رضا صباحك سعيد، وصباح سعيد لكل مشاهدات ومشاهدي قناة النهار، وتعازينا الخالصة لعائلة ابننا الفقيد في ولاية البليدة ببلدية بن مراد الذي يعني اغتيل بطريقة بشعة تتنافى مع كل معايير الإنسانية والقيم الإنسانية بعد تعرضه للتحرش الجنسي وللاغتصاب. وعندما قاوم هذا البريء تم قتله بطريقة بشعة من طرف وحش بشري ليس له علاقة لا بالإنسانية ولا بالآدمية. احنا نقولوا أن هذا الاختطاف وهذا الاغتصاب اللي تعرضوا ليه أبنائنا وبناتنا في السنوات الأخيرة وراه في تنامي رهيب، هذا مؤشر جد سلبي على تدهور رهيب في سلم القيم الاجتماعية. إذا احنا رانا نشوفوا أنه يعيش في وسطنا أشخاص مضطربين في السلوك، يعني لديهم اضطرابات سلوكية، أشخاص عدائيين. حتى عندما نرى نشوف أن حادثة وادي سوف رغم عدم تأكيدها إلا أنه عندما نسمع حتى في مدارس عديدة أين تعرض الحارس إلى اغتصاب تلميذة وتلميذة، هنا نقول يعني أبنائنا هم متواجدون في الخطر. ونثمن ما ذكره الأخ مراسل قناة النهار عندما تكلم عن اختيار الحراس، يعني في المحيط الذي يتواجد فيه أبنائنا وبناتنا ضروري أن تكون معايير التوظيف معايير سليمة، ودائما احنا نقول الاختبارات النفسية رضا جد ضرورية في التوظيف، يجب أن يمر هؤلاء. وهذا ما هو معمول به أستاذة في دول أخرى، لابد من اختبار نفسي حتى أنه يدخل نفس الاختبارات ربما الموجودة عند رجال الأمن، أيضا يمرون بالاختبار ربما النفسي الاجتماعي إلى غير ذلك. يعني المفروض تكون كاينه هكذا اجراءات للعمال. عندنا نقص اقولها بموضوعيه، احنا يعني في التوظيف في الجزائر فقط ما زالت المؤسسات الامنيه تعتمد على هذه الطريقه، او المؤسسات الكبرى مثل مؤسسه سونالغاز او نافطار، يعني يكون اختبارات نفسيه وتقنيه قبل التعيين، لكن في الوظيف العمومي الاختبارات النفسيه والتقنيه غير موجوده. فما بالك الشبكه الاجتماعيه، يعني يكون التوظيف يكون احيانا اعتباطي او مؤقت، يعني يخدم هذا الحارس 5 أشهر بعدها يجي حارس آخر، لا نعرف قدراته، لا نعرف هل لديه مشاكل نفسية، هل هو شخص عدائي، هل يستطيع أن يتحمل يعني فرط النشاط للأطفال، لأنه أحيانا نشوف حارس حتى يتعرضوا إلى العنف لأبنائنا في المدارس. تسمع أنه يقول لك ضربوا حارس ضرب مبرح، هذا كذلك نوع من العنف. جميل. خلينا الآن أستاذة فقط نشوف أيضا رأي الهيئات اللي مختصة في هذا المجال. تلتحق بي الآن عبر الهاتف مريم شرفي. السيدة مريم شرفي طبعا رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها. صباحك سعيد سيدتي. صباح الخير. نعم سيدتي الكريمة، يعني ما تعليقك على هكذا ظواهر أصبحت تغزو المجتمع وأصبحت يعني وصمة عار بالنسبة للمجتمع الجزائري؟ ما تصرفكم أنتم وما هي الإجراءات التي تقومون بها ومخططاتكم لكبح هكذا جرائم في المجتمع الجزائري في حق الأطفال؟ أكيد بداية أقول صباح الخير لكل المشاهدين. صباحك سعيد ضيفتكم. احنا اولا اكيد اننا نعز نفوسنا ونعز عائله الطفل محمد من البليده، ونقول انه كما كانت تقول السيده ضيفه تقول انه هذه جريمه يعني ما كان حتى انسان ممكن يتقبلها، وربما الظروف تاع الناس انهم ناس مضطربين عقليا موجودين في المجتمع، لانه اللي يمارس جريمه مثل هذه على طفل اكيد انه انسان غير عادي. احنا نقول لك نحن في الهيئه الوطنيه يهمنا كثير التوعيه، وفي نقاط كما هذا احنا نتكلموا دائما على حتى قضيه الواد، ربما هذا هي في التحقيق حاليا ما نقدروا نقولوا عليها اي شيء حتى تثبت ولا يعني السلطه القضائيه راح تعطي رايها في الموضوع. نقول لكم انه احنا يهمنا كثير، اول شيء انا يهمني الحوار مع الاطفال، لانه حتى الاطفال لما يتعرضوا ولا يشوفوا ملاحقات من اشخاص بالغين ولا اشخاص مضطربين ممكن انهم يكون هذا
جسر الحوار مع العائلة مع الأب مع الأم مع الأستاذ. مهم جدا أنه يخبر بهذا الشيء اللي صار له. أيضا نركز على نقطة ثانية مهمة وحتى بالنسبة للأولياء، لأنه الأولياء دائما يخصوا وقت لأولادهم لأنهم يحدوهم كيف كان يومكم، مع من تكلمتوا، شكون لقيتوا. مهم جدا هذه النقاط، مهم جدا أننا نوعي أولادنا في أنهم دائما ما يرافقوش ناس ما يعرفوهمش. وفي بعض الأحيان لسوء الحظ كما شفنا قضية محمد ولا قضايا واحد أخرين شفناها، أنه جرائم الاختطاف والاغتصاب اللي قد يتعرضوا لها أولادنا في بعض الأحيان هي جرائم ثقة، لأن الطفل يكون عنده ثقة مع أنه يرافق جاره، يرافق واحد من العائلة تاعو وتصرى الكارثة. احنا دايما نعلم أولادنا بلي ما ترافقوا أي شخص. أنا العائلة تاعكم أنا أقول لك شكون يجي يديك من المدرسة، شكون ما يجي يديك من المدرسة. يعني مهم جدا أننا نوعي. لكن سيدة مريم، هنالك تساؤل فقط يعني أريد أن أسألك. الآن أصبحت أو الآن انتشرت هذه الظاهرة، يعني لحقت حتى وين وصلت لمدارس تربوية ومؤسسات تربوية. الآن يعني أصبح الأهالي ربما ما يطمنوش على أبنائهم وهم ذاهبين إلى المدرسة. هل هنالك تنسيق بينكم وبين بينكم يعني كهيئة للدفاع عن حقوق الطفل طبعا وترقيتها وبين الوزارة الوصية؟ أنا أقول لك نقطة مهمة فقط قبل ما ندخل في الجواب على سؤالك، أنه اختيار الأشخاص اللي يعملوا مع الأطفال لازم يكون اختيار مبني على أسس صحيحة. لأنه لما نشوف شخص فقط خاصة في الابتدائية ولا في الأوضاد، لما نشوف شخص مضطرب شوية مستحيل نخليه في اتصال مع الأطفال. هذا أول شيء لازم يقضى من قبل حتى العاملين مدراء المدارس وكل شيء، أنه يكون دائما اختيار الأشخاص سواء كانوا حراس ولا مراقبين ولا أساتذة، أنه لما نحس أن هناك في اضطراب محدد ما احنا نبلغ على هذا الشيء، لانه دائما الوقايه احسن من انه نعالجه. نقول لك انه احنا عملنا كما تعلمون، احنا كنا اطلقنا رقم اخضر مجاني هو رقم 1111 اللي راهو قيد الاستعمال منذ شهر ابريل 2018، ونتلقى يوميا مكالمات عديده من قبل المواطنين اللي نحييهم. في بعض الأحيان يتكلمون على حالات اعتداءات على أطفال، وبعض الأحيان حتى الأطفال يتكلموا على حالات اعتداءات على حصلت لهم وخايفين أنهم يبلغوا العائلة. علاش نعرض نكلمك على حالة الحوار وأننا نفتحهم باب الحوار بين الأسرة بين الأولياء والأطفال؟ لأنه هذه الحالات في أطفال يعرفونها، يقول لك إحنا تعدوا علينا، لكن خايفين يلحقوا هذه المعلومة إلى العائلة، خايفين مش راح يكون رد العائلة. هذا أول شيء. ثانيا أنه اعتداءات باش نقول لك انها في تفاقم ولا ما كانش، لكن تسجيل حاله واحده من اعتداء على طفل من تخويف الطفل هي حاله اننا كاع نتحرك عليها. احنا هذه السنه ان شاء الله على مستوى الهيئه راح نوضعوا بنك معلومات وطني راح تبين حقيقه تزايد الظاهره ولا احسن ظاهره، لانه كل شيء راح تكون باحصائيات محدده تبين. لانه دائما نتكلم على هذه الظواهر اللي وقلت احنا دولة عربية دولة مسلمة، من المفروض هذه الحالات ما تكونش موجودة نهائيا عندنا، لأنه من المفروض أن حماية أطفالنا الدين الإسلامي هو أول من أعطى حماية للأطفال. نعم. وإحنا الأولى في تنفيذ هذا. نعم السيدة مريم شرف. نعم فقط برك نقول لك أنه خلال هذا السنة احنا تلقينا من شهر جانفي إلى غاية تاريخ اليوم 450 إخبار حول ما تتبع حقوق الطفل، وفيها إخبارات متعلقة باستغلال جنسي واستغلال يعني وعنف ضد الأطفال. وربما من أخطر هذه الحالات لما يكون هذا العنف جاي من وسط قريب من الطفل، المفروض ليكون هو أولى بحماية هذا الطفل. نعم السيدة مريم شرفي رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. أعود إذا مشاهدينا إلى ضيفتي في الاستوديو السيدة أمينة حريش، مختصة وأخصائية في علم الاجتماع. كما يعني جاء في مكالمة السيدة مريم شرفي، سيدتي الكريمة، الآن نشوف أنه قلت لك أنه الاعتداء هذا دائما يجي من وسط قريب بالنسبة للضحية، وترصد المجرم بالضحية دائما يكون من الأقربين، يعني سواء جاره ولا ممكن من أقاربه ولا ممكن حتى بعض الجرائم لقينا ناس حتى من الفاميليا هم اللي قاموا بها. ما مرد ذلك؟ هل هذا مبني على أسباب، على صراعات ربما شخصية ما بين الأشخاص يعودوا يجسدوها وعلى أرض الواقع من خلال في شكل انتقام في حق الأطفال؟ أول شيء قبل أن أجيب، يعني حسب الإحصائيات اللي ذكرتها السيدة مريم شرفي أنه هي إحصائيات وعدد كبير، وهذا مؤشر جد سلبي. يعني نشوفوا أنه حتى لو ينقاس فرد فقط أو طفل من أبنائنا في فترة، حتى لو تكون فترة طويلة، هذا مؤشر خطير. إذن عودة إلى سؤالك أخي رضا، إحنا عندما نقول طفل
يعني هنا نشوفوا أنه هذا الطفل نسبة الوعي لديه تختلف عن الشخص الناضج. صحيح. إذن هذا الوحش الذي يصطاد هذا الفريسة وهو يكون من الأقارب، يقول لك أنا جار أرواح، أو روح عيط لباباك، أو روح تشتك، يعني هو يدرك أنه هذا الطفل يذهب إلى الشخص الذي يثق فيه. صحيح. بدون أنه يكون عنده خوف منه، يقول لك هذا جاري، هذا صاحب بابا، هذا صاحب خويا إلى آخره. إذن يعرف أن هذا الطفل صغير بريء. نعم. كذلك نقطة ثانية، نرجع من أهم الأسباب أخي رضا، هي التنشئة الخاطئة. هذا المجرم يختلف مجرم من مجرم. هنالك مجرم يعني في انتهاكه عرض هذا الطفل الصغير وحتى قتله عندما يقاوم، مثل ما حدث لمحمد يعقوب، قاوم قتله بأبشع طريقة. نعم. يعني حتى 14 طعنة، وكأنه يعني كان في صراع، المجرم كان في صراع مع شخص ربما من نده، كما نقول احنا في نفس اللاج يعني نفس السن، يعني بكل عدائية. احنا لازم نعرفوا انه هنالك اكيد فروق نفسية وفردية بين الاشخاص. نعم. هذه الشخصية تتأثر بعوامل، ومن بين العوامل المؤثرة في الشخصية هي التنشئة الأسرية. نعرف أن الأسرة هي أهم مؤسسة تنشئة. عندما تكون التنشئة خاطئة، هنالك مجرم أول شيء تعرض، وحسب الدراسات النفسية تعرض هو إلى تحرش وهو صغير، تعرض إلى اعتداء جنسي. وبالتالي إذا لم تكن المتابعة النفسية مثل ما ذكرت السيدة الفاضلة. صحيح. الخطأ عندما الأولياء يتجاهلون إعلام الجهات الوصية، يعني إن حشم هذا الأمر راح غدوة راح يأثر في سمعة بنتي أو وليدي، يتفادى وأنه يخبر، هنا الخطأ، لأنه هذا المجرم يتمادى. وثانيا هذا الإبن يحتاج إلى معالجة نفسية فورية لكي لا يصبح هو أو لا ينتقم أقول من المجتمع، لأنه العديد من تعرضوا إلى عنف، وهذا العنف قعد كبت معه الصدمة، يعني بعد سنوات وسنوات راح هذا يريد أن ينتقم، تتغذى، يريد أن ينتقم من المحيط. كذلك هنالك من هو شخص ضعيف، أكيد من يتعرض إلى البراءة، من يتعرض إلى طفل أو فتاة يعلم أن هذا قدراته الفيزيولوجية هي قدرات ضعيفة، لا يستطيع أن يقاوم الخطر. وبالتالي الشخص الضعيف اللي هو ضعيف لا يثق في نفسه، عنده مكبوتات عقد نفسية، يشعر دائما بالنقص، هو اللي يفرح أنه يثبت ذاته، يثبت قوته في التعرض على يعني جنسيا لطفل صغير أو حتى قتله. هذا الشخص عدائي. احنا نقوله، أنا نزيد وش قالت سيدتي الفاضلة، نقول إحنا يقدر كل فرد في العائلة يراقب أطفاله، المراهقين، أي أم تعرف حتى زوجها وأخوها من خلال التصرفات. عندما نشوف شخص دائما أصبح عدائي، نشوفه منعزل عن الآخرين، يدخل الغرفة ما يتواصلش، نشوفه دائما أجيتي مكتئب، هنا مؤشر أن هذا الشخص يعيش فترة اضطراب نفسي، أنه هذا الشخص راهي عنده مشاكل نفسية، وبالتالي هو هذا الشخصية الهشة تعرضه، يعني يكون مؤهل إلى ارتكاب أي جرم بدون وعي. كذلك رضا لا ننسى المهلوسات، لأن المهلوسات والمخدرات تجعل هذا الشاب أو المراهق يعني يشوف هذا الجرم يرتكبه بدون وعي، كذلك المراهقة. نعم، لكن سيدتي ما تعليقك على أنه مثل هكذا جرائم تغزو محيط، لأن أصبحنا نشوف حتى مثل هذه الجرائم كما سمعنا خبر نتاع واتسوف، وإن يعني كان ننتظر التأكيد عليه من قبل مصالح الأمن إلى غير ذلك وإثبات الأمر يعني منهم، لكن حتى قدسية المدرسة والمؤسسات التعليمية الآن، هكذا ظواهر وآفات باتت تنخر جسد المؤسسات التربوية، ما مرض ذلك؟ هل فقدت المؤسسة التربوية قدسيتها في المجتمع حتى باتت اليوم مسرح لحدوث بعض الجرائم من هذا النوع كالاعتداءات الجنسية على التلاميذ إلى غير ذلك؟ مش نقول الكل حتى ما نعموش ولا نخوف الأهالي والمواطنين، لكن كما قالت الأستاذة مريم شرفي، جريمة واحدة برك، يعني واحد يتعرض لجريمة فشيء رهيب جدا، فما بالك يعني أنه الظاهرة تنتشر. هل فقدت المدرسة الجزائرية ربما قدسيتها حتى تحدث فيها مثل هكذا انتهاكات؟ المدرسة هي من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية. عند تنامي أي آفة أو جريمة في مجتمع ما، هذا مؤشر على قصور في الأداء مؤسسة التنشئة الاجتماعية، يعني قل تأثيرها. أكيد قصور واضح في الأداء. نبدأ بالأسرة قبل ما نروح للمدرسة. الأسرة عندما نرى استقالة الوالدين، عندما نرى الوالدين يسعون فقط لتلبية الحاجيات المادية من ضروريات ومن كماليات، أكيد أن الأسرة الجزائرية تشهد تحدي رهيب في ظل الظروف المعيشية الصعبة. عفوا يعني نشوف الإنسان دائما راهو يخدم، يقول لك باش نقري ولادي، بالإضافة إلى الساعات الإضافية، بالإضافة إلى غلاء المعيشة، الأولياء راهم عندهم تحدي
تحدي تربية أبنائهم وتربية الحاجيات. لكن نقول الأولياء رغم هذا الصعاب، لكن ضروري ضروري الدور الأساسي المانوط بنا كأولياء هو تنشئة أبنائنا بالقيم. الخلل أين هو؟ تبنينا قيم دخيلة على مجتمعنا، من بينها قيم القوة. كي نشوف الأب يعني هو يقول لوليده معليش تسرق، المهم تجيب الدراهم، يعني عندما نتبنى قيم خاطئة، قيم العنف، عندما يكون الأبناء شاهدين على عنف الآباء ضد الأمهات، أو حتى الإبن يشهد على عنف الأم اللفظي ضد الأب، ماذا تنتظر؟ استقالة الوالدين. أنا ربي نوكل نشيلك تابلت وخلاص، ندخل للبيت الأم راهي مع الواجبات المنزلية أو مع المسلسلات التركية. بالموازاة الأب شركتي ولادك، خلي ولادك، هذا الأطفال يجدون نفسهم في عالم وحده. وش يدير رضا؟ يبحث عن البديل. أين نروحوا لمربط الفرس؟ يبحث عن البديل في العالم الافتراضي، في مواقع التواصل الاجتماعي، في المواقع الإباحية. لأننا نشوف هذا الطفل، هي علميا 4 سنوات نشرح للطفل أنه حتى المناطق الحساسة لا يجب التعرض، نشرح له الثقافة هذه الأمور، فتاة أو طفل لا يعني هذه حرمة، حافظ على نفسك. 4 سنوات نخليه يكتشف ذاته، يكتشف صحيح. الجوانب العضوية. لكن إذا تركت هذا الطفل يبحث عن البديل في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما حتى في الشارع، ممكن أنه يصبح شاذ جنسيا. لأنه من يقوم بهذه التصرفات ويتعرض أكيد أنهم أشخاص لديهم اضطرابات في السلوك، هم شواذ جنسيا، يسعون إلى تلبية غرائزهم ويحب يشعر هو أنه قوي، لأنه أكيد أنه شخص ضعيف، ضعيف جدا، وشخص منهار نفسيا. نعم، نتمنى سيدتي أن تزول مثل هكذا ظواهر، وإن كان يعني نلقاه حل في أقرب الفرص، نعود نجد رواحنا. ما جاوبتكش على المدرسة عريضة. نعم طبعا، أنا رايح للملف الثاني ورايح للمحور الثاني للنقاش. طبعا مشاهدينا في هذه الأيام وأيضا في الآونة الأخيرة، ورغم غير ذلك من حالة، ما ننساوش أنه تلاميذنا وطلبتنا مقبلين على امتحانات رسمية، امتحانات مهمة جدا، امتحانات نهاية السنة، شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط وشهادة البكالوريا بالأخص، لأنه كل الجزائريين متعلقين يعني بالبكالوريا، ترجف لها القلوب وتكون يعني ملهوفة لنجاح أبنائها في شهادة البكالوريا. لكن هنالك مخاوف سيدتي الكريمة في ظل تخوف الطلبة البكالوريا وضغوط نفسية طبعا موجودة بداية عد تنازلي لهاتين الامتحانات. كل ما نشوفه أنه كل ما يزيد أو بداية العد التنازلي، كل ما تقرب الامتحانات هذه، كل ما يزيد الضغط النفسي على التلاميذ ويبدأ التخوف أكثر وأكثر. نعم. سيدتي، ما تعليقك أنت أو كيف ترين ما هي الإمكانيات تجاوز هذه الضغوطات النفسية بالنسبة للطلبة؟ رضا، قبل أن أتكلم على الامتحانات والشهادات الرسمية، نجاوبك على أنه المدرسة ودورها يعني في الحد من هذه الآفات الخطيرة. المدرسة هي أهم مؤسسة تنشئة اجتماعية، يعني الأستاذ يربي مثلما يمنح المهارات والمعلومات العلمية والمعرفية. عندما نجد أن الأستاذ هو كذلك راهو يعني عنده مشاكل نفسية، أستاذ مكبوت، أستاذ يعني لا يمد جسور الثقة مع المتمدرسين، ماذا ننتظر؟ أستاذ هو يعنف متمدرس، ماذا ننتظر؟ إذن المدرسة أول شيء الدور الأساسي هو تنشئة أبنائنا في القيم. يعني الأسرة قلنا هي أهم مؤسسة، نربي أبنائنا بالقيم، نوري لهم الصح والخطأ، نأتي المدرسة. الأستاذ يجب أن يتواصل مع المتمدرسين، يجب أن يمد جسور الثقة معهم. هذا الشيء رح ينعكس إيجابا على شخصيتهم، ولا تصبح المدرسة هي مجال للعنف. عندما نشوف العنف المدرسي، عندما نشوف تعرض حتى أبنائنا إلى التحرشات داخل المدرسة، هنا ندقوا ناقوس الخطر ونقول ضروري على المدرسة الجزائرية أن تتدارك النقص الموجود اللي خلى أنه أين هي أدوار المدرسة الجزائرية التقليدية التي كانت تنشئ الأبناء. قلنا في المدرسة نتعلم الصواب والخطأ. عودة إلى موضوعنا والامتحانات والشهادات، يعني نهاية السنة، احنا نقول أنه عندما الأستاذ يفتح قنوات التواصل مع التلاميذ والمتمدرسين، هذا المتمدرس يشعر بالراحة النفسية داخل القسم. خاصة المتمدرسين في الطور، يعني في شهادة التعليم المتوسط أو الثانوي. ما ننساش أنه هذا الطفل يتعرض إلى ضغوط نفسية داخل الأسرة،
رضا كاين أولياء يعني هو حبا في أبنائه نعم وحبا في نجاحهم، وكاين أولياء يريد يعني أن يرى نجاحه في أبنائه. أكيد هنا نتحدث عن دور العائلة في دعم أبنائها من أجل النجاح. هنالك العائلة للأسف هو اللي يتعب نفسه. أنا يقولوا لي متمدرسين يعني في الإرشادات الأسرية وحتى أوليائهم يقول لك أنا راني خايف. لا ننسى أنه هذا المتمدرس نعم المقبل على شهادة البكالوريا، على اجتهاز شهادة البكالوريا، أو المقبل على اجتهاز شهادة التعليم المتوسط أو حتى التعليم الابتدائي، هو أساسا راه في فترة نفسية صعبة جدا، يعني يشعر بإرهاق أو عنده نوع من التخوف إذا شاف الأم تقول له راني خايفة لازم تجيب الباك. كاين العديد من الأولياء يسقطون مخاوفهم في أبنائهم، صحيح، طموحاتهم في أبنائهم، صحيح. وبالتالي هذا المتمدرس يروح يقرأ ويراجع وهو راهو مضغوط نفسيا ماشي مرتاح. هنا الخطأ، يذهب إلى الأستاذ. وهنا نتكلم على الأستاذ، دائما نقول للأساتذة، دائما نقول لهم أنه هذاك التخويف من الامتحانات خاصة شهادة البكالوريا أقول ينعكس سلبا على نفسية أبنائنا. وبالتالي يجب على الأسرة أن توفر الجو الملائم، أن تعزز ثقة المتمرس. ما هي خصائص هذا الجو الملائم أستاذة؟ يعني ما هي خصائص الجو الملائم حتى ننصحوا الأهالي والعائلات باش يوفروه نعطولهم حلول يعني بسيطة جدا. نعم. الحلول البسيطة نقول الأولياء أنه اللي عنده ابنه راح يجوز شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط، أولا نخلق له الجو العائلي الغير متوتر، يعني حاولوا الوالدين تفادي الأنانية في فترة هذه. نعم. لأن يعني التوتر بين الزوجين، أو نحاولوا نخلق لهم جو يعني عائلي فيه تسوده السعادة. كذلك لازم نتواصل مع الابن المقبل، نبرمجه برمجة إيجابية. هذه كلنا أمهات يعني ونقوم بها وتعطي نتائج إيجابية. أنا شخصيا رضا يعني نقول نبرمج الابن برمجة إيجابية أنه أنت ستنجح بإذن الله. كذلك نراقب الحجم الساعي للمراجعة، لأنه إذا شفت أنه هذا الطفل لو متخوف، وخاصة الأطفال النجباء المتمدرسين النجباء، صحيح، يعني ما يأكل ما يشرب ما يمارس رياضة، هنا الخطأ. خلوا أبنائكم اللي عندهم شهادة البكالوريا يمارسوا الموسيقى إذا كانوا يمارسوا موسيقى، الرياضة، يقعد عنده وقت مع أصحابه، يروح الجدة، كاين اللي حارمينهم حتى من زيارة الأقارب. وليدي صحيح. عنده الباك راني في فترة، ويقول هو ما يروح للأسرة، يرفض زيارة الأقارب، يخلق نوع يعني جو هذاك يكون جو فيه يعني استعداد إلى حرب. هذا المتمدرس أنا نقول لوليداتنا ما تحش أنك رايح الحرب، ثق في نفسك، حدد برنامج مراجعة، برنامج للرياضة، برنامج للراحة، تفادوا السهر. ونقولوا أنه هذه هي سلبيات التكنولوجيات الحديثة، صحيح. لأنه بالعديد من المتمدرسين يعني يقعدوا في مواقع التواصل الاجتماعي عندما تقترب الامتحانات شهرين الأخيرة، يقوم بهذه المراجعة السريعة، يروح يرهق نفسه. الحجم الساعي للنوم ضروري، لأنه النوم راح يعزز القدرات وقدرة المهارات وقدرة التركيز خاصة. إذا أنت عام كامل وأنت في مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة، صحيح، في الشهر الأخيرين تروح هذيك المراجعة، احنا نقولوا تواصلوا نعم. مع أولادكم، ونقول للأستاذ دائما، نقول الأساتذة أنه الجانب النفسي ركزوا عليه. نعم صحيح. هذا هو إذن الأستاذة أمينة حريري شخصية في علم الوقت الاجتماع، غير كافي طبعا للأسف. وقت غير كافي، والمشاريع يعني أو عفوا المشاكل مثل هذه وأيضا مواضيع مثل هذه نعم. لابد من وقت أكثر. شكرا على العموم، شكرا لك على توضيحاتك، شكرا دائما وصول. يعني تفيديننا بتوضيحاتك وتفيدين أيضا السادة المشاهدين. السيدة أمينة حريش أخصائية في علم الاجتماع، شكرا جزيلا شكرا لك. وأيضا أشكر السيدة مريم شرفي على المكالمة وتوضيحاتها أيضا.